جانب الآن الكابتن سالم الدوسري. كابتن في البداية أحييك، ألف مبروك الفوز، تتقدمون بستة أهداف مقابل هدف وحيد للنصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. يعني كويس يعني النتيجة، يعني إن شاء الله أنها تقضي جماهيرنا. صح أن يعني المباراة اللي راحت اللي قبل يعني كانت مستوياتنا يعني شوي، بس الحمد لله يعني هذا إن شاء الله يعني تصير لنا دافع يعني إن شاء الله. يعني الحمد لله يعني فزنا بهذه المباراة بمستوى يعني كويس، يعني ما عندنا غيابات، بس الحمد لله يعني لكل حال، وان شاء الله باقي عندنا مباريات، يعني عندنا مباراه الاسيويه ان شاء الله نشد حيلنا، يعني هذا دافع لنا ان شاء الله بعد فيها. كابتن اتكلم معك، لعبتم باريحيه ولكن بعد تسجيل هدف الانصار التعادل. والله الحمد لله يعني مشينا يعني على نفس الخطه، ما يعني ما ارتبكنا ولا شيء، وكملنا على نفس خطط يعني المدرب، وسمعنا يعني كلامه، والحمد لله يعني اهم شيء اللي عندنا الفوز، يعني هذا اهم شيء. العقد مع نادي الهلال ودخولك عالم الاحتراف، في البدايه اقول لك هل انت راضي عما قدمت وما قدم لك كابتن؟ والله الحمد لله على كل حال، يعني الحمد لله اني يعني راضي على هذا، وبالعكس يعني النادي يعني كنت انا بعد ابغى نادي الهلال، يعني الحمد لله على كل حال. بالتوفيق كابتن. الله